وللمزيد من المتابعة أيضا حول هذه الكارثة في لبنان ينضم إلينا عبر الهاتف فادي عكوم الكاتب الصحفي اللبناني. أرحب بك أستاذ فادي بداية على شاشة إكسترا نيوز. إذا كنا نتحدث عن شكل النظام السياسي في لبنان، ما الذي يمنع اليوم أستاذ فادي السلطة السياسية في لبنان بألا تستقيل وتمنح الفرصة بالفعل لفريق انتقالي جديد يسير بالبلاد نحو النهوض؟ أولا مساء الخير. مساء النور. يعني هو باختصار المشكلة في لبنان عويصة جدا. المشكلة تتعلق خصوصا في الوقت الحالي ليس في المحاصصة الطائفية الموجودة، بل ربما تكون المحاصصة الطائفية نوعا ما أمر صحي بسبب التشابك والتشعب الديني والطائفي في لبنان للمحافظة على حقوق الجميع بالتساوي حسب نسبة التمثيل، حسب عدد السكان، حسب وحسب العديد من المعطيات. لكن المشكلة الموجودة تتعلق بشكل أساسي بوجود زمرة حاكمة تسيطر على مقاليد الحكم في البلاد، وهنا أقول زمرة حاكمة، ربما نصف الزمرة أو ثلثها هرب، قفز من السفينة خلال الأشهر الماضية منذ ثورة 17 تشرين، وبقي فريق واحد في الوقت الحالي مهيمن على السلطة. حتى ولو قامت حكومة، حتى لو قدمت هذه الحكومة استقالتها، إن لم تأتي حكومة فعلا مستقلة بعيدة عن جميع الأحزاب اللبنانية سنعود مرة ثانية إلى نفس الدوامة. صحيح، هنا نتحدث عن الطبقة السياسية بأكملها أستاذ فادي. البعض يقول بأن هذا الحدث الدراماتيكي لابد أن يحول الدولة بشكل جذري، في أي اتجاه يمكن أن يحولها؟ وهل تتوقع أنه أي تغيير جذري في لبنان وللطبقة السياسية ممكن أم أنه مستحيل؟ هو ليس ممكنا وليس مستحيلا، يعني من الممكن تطبيقه لكن على درجات. يعني على سبيل المثال، البعض يطالب بالقضاء على حزب الله في لبنان، وهذا أمر من المستحيل. نحن نتكلم عن شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني، يعني هذه المطالبة قد ترفع سقف المطالبات بطريقة تضرب كل المطالبات التي تعتبر أقل منها. يعني يجب أخذ الأمور رويدا رويدا، حتى إلغاء الطائفية السياسية ستؤدي إلى انفجار الوضع في لبنان. يعني يوجد أمور يجب على الأقل البدء بحكومة التكنوقراط، ودعني أذكرك بأن هذه الحكومة المشكلة التي تشكلت من بعد استقالة رفيق الحريري كان من المفترض أن تكون حكومة التكنوقراط، لكن الفريق الثامن من أذار سيطر عليها، يعني حزب الله وحلفائه قاموا بتسمية الوزراء، ورأينا ما كانت النتيجة. يعني يجب حكومة مستقلة فعلا، يوجد العديد من الكوادر العلمية والسياسية في لبنان وأصحاب العقول الذين يستطيعون إدارة الأزمة. نحن بحاجة الآن إلى حكومة إدارة أزمة. طيب، بالحديث عن الفريق الثاني، يعني العماد ميشيل عون أو حزب الله، يعني كما يقول البعض بأنه ميشيل عون هو من فريق حزب الله، إذا تبنينا وجهة النظر الأخرى، يعني وحتى لا نبدو وكأننا ندافع، ولكن من الضرورة يعني أن يعني عرض هذه وجهة النظر، إذا كانت هذه المادة الخطرة أو شديدة الانفجار التي كانت موجودة أستاذ فادي في مرفأ بيروت يعود تاريخها إلى 6 أو 7 سنوات سابقة، لما هنا يتم اتهام العماد ميشيل عون الذي لم يكن رئيسا يعني حينها، ولم يكن حتى حسن دياب موجودا، كان هناك طبقة أخرى تماما، وربما كان لبنان في فترتها في فترة الشغور الرئاسي. يعني لما تنسب اليوم هذه الفاتورة بأكملها إلى العماد ميشيل عون والطبقة السياسية الموجودة؟ يعني هنا يجب الفصل بين ميشيل عون كحاكم حالي وبين الطبقة السياسية. نحن نتكلم عن طبقة سياسية يعتبر هو استمرارا لها وهي التي أتت به، أما عن مسؤولية ميشيل عون وحسان دياب خلال في هذه الأزمة بالذات، أقر رئيس الجمهورية وأقر حسان دياب بأنهم تبلغوا بوجود هذه المادة الخطرة منذ 6 أشهر، أقرها
منذ يومين أقرها بشكل واضح. شكرا جزيلا أستاذ فادي عكوم، ولكن نفذ وقتي بشكل كامل الكاتب الصحفي اللبناني على كل هذه المعلومات.